ثاني، ولكن نذيبه مسيطره، كل السيطره على ناموس الشوط. مسافه تحاول، والغزي القادمه، الغزي القادمه اهالي مرغم حاضرين هنا مع هذه اللحظات. مطر بن محمد بن دحروي العامري والذيبه، الذيبه مسيطره، كردوس بالدوده بن سالمين، ولكن الغزيل اهدت اهالي مرغم، اهالي مرغم هذا الناموس الصباحي الجميل ما شاء الله. الغزيل الذيبه والغزيل، ولكن الغزيل الاقرب للانتصار، الاقرب لكسح واكتساب اول الاشواط الصباحيه. سلام يا هالي مرغم، سلام على الفوز والانتصار. هنا مطر بن محمد بن دحروي العامري، اسعد الله صباحك يا ابو محمد. ناموس الغزيل في اول الاشواط الصباحيه. المركز ناموسي هذا الشوط خذت موقعها الصحيح بشعار سعيد بن منانة بن غدير، يقدم 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 تغاريد مو غريبة على هذا الانطلاق. قبل اسبوعين حاصر على كاس مع هذا الانطلاق المتميز، بدأت تباعد المسافة. سلام تغاريد بهذا الانطلاق المتميز، اول اشواط المهجنات الاصايل مع تغاريد. تهانينا تهانينا لسعيد بن منانة بن غدير على فوز تغاريد بالمركز الاول ولحظات الوصول الى خط النهايه. سلام زعمي سلام، سعدت صباحا بهذا الاداء المتميز ولحظات وصول تغاريد الى خط النهايه. المركز الثاني جاءت المنصوري قادم راعي الموج، موجه زايد في هذه اللحظات مع الامتار الاخيره. وين الموقع؟ ال 400 متر الاخيره ما شاء الله. بندري 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 وصغير بن سيف المنصوري، راعي الموج راعي مقدام ما شاء الله. اللحظات الاخيره، المحليات الاصايل مع من المحليات؟ شوط الجعدان الثنايا روح المنصوري. الموج 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 ما شاء الله. سلام للمنصوري، سلام تهانينا والناموس للصغير بن محمد بن سيف المنصوري، والسلام الى السمحة الى راعي الموج. المركز الثاني مقدام لأحمد بن سالم بن دري. المركز الثالث اعود الى الانطلاق الاول، الفارس 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 سعيد هناك يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق. سعيد بن محمد بن مروشد ياتي على المركز الاول، يعود بن منانة، يعود بن منانة مرة ثانية عتيم احمد بن سعيد، عتيم احمد بن سعيد بن منانة على المقدمة على المركز الاول. تهانينا والناموس احمد بن سعيد بن منانة على هذا الفوز، على هذا الانطلاق، على فوز عتيم واداه الجميل وانطلاقاته الرائعة. تهانينا على هذا الفوز. بينما المركز الثاني سعيد بن محمد بن مروشد، المركز الثالث ياتي في مريع والشهودة قادمة لسعيد بن سالم بن دري الفلاحي، ولكن بنعود مع الصدارة في اللحظات الأخيرة. بدينا نقترب من القرية التراثية وأمل بدت تغادر بناموس هذا الشوط، لتهدي السلامات لهالي مرغم وللواثق حمد بن راشد بن غدير. سلام مرغم سلام، اسعدت صباحا بهذا الانطلاق المتميز وبهذه العروض الجميلة والرائعة اللي تقدمها أمل ولحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير من قدم أمل بناموس هذا الشوط ولحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني هملولة لعبد الله بن سالم الخاصون الكتبي. المركز على
محمد بن احمد بن سعيد بن منانه من يقدم غبه على المركز الاول. حمدان بن احمد بن سعيد بن منانه قدم عتيم في شوطنا الرابع. ياتي هنا في هذه اللحظات محمد بن احمد بن سعيد بن منانه ويقدم غبه مع هذا الاداء المتميز بدون اوامر ولا تعليمات. العصاف الابطان سلام زعبيل، سلام مرغم، سلام بن منانه، سلام راعي عتيم، سلام راعي غبه. اهانينا والناموس لاحمد بن سعيد بن منانه داعم هذا الشعار الاول، وكعاده غبه دائما بالسلام الى هذا الشعار. المركز الثاني وصلت الهايله لمحمد بن حزمي بن قناص المركز الثالث. الثالث فالح بن ياسر بن فالح الشامسي على المركز الثالث. الثلاث المراكز صدرت الأوامر، الأمتار الأخيرة، التحديات الأخيرة ما بين بن بيات الرميثي وما بين الزرعي، ما بين الزرعي وهاج وهاج، ولكن الرميثي مصر من الجانب الآخر. بن بيات بن بيات، ولكن هذا وهاج حميد بن محمد بن سالم الزرعي ينتزع ناموسي هذا الشوط بجداره ويسلم على اهل السلطنه. حتى هذه اللحظات بن بيات الامتار الاخيره، ولكن خلاص تهانينا تهانينا حميد بن محمد بن سالم الزرعي على فوز وهاج وانتزاع ناموسي هذا الشوط بجداره. المركز الثاني زيدان حمدان. بالضبيعة وبالعرطي كذلك، ولكن لغفلي لغفلي على المركز الأول، لغفلي على الصدارة والمقدمة. المختبر المختبر مع هذه اللحظات يقترب من المقصورة الرئيسية خاطفا ثامن أشواطنا في صباحي هذا اليوم شوط الجعدان. المهجنات الأصايل لشعارات أبناء القبائل مع المختبر سامرين 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 سمر مع اللحظة الأخيرة. ما شاء الله سامرين سامرين القطاع الجنوبي والقادم راهي بالخصم بالخصم بالحلوس. سامرين سامرين تهانينا وناموس لعبد الله بن عبيد بالحلوس العامري مركز الثاني. المركز الثاني علي بن خليفة الرميثي، وكذلك هناك سلهودة محمد بن حزم بن قناصة، وهناك تأتينا سلهودة في هذه الاندفاعات. نعم في هذا الانطلاق عوده الى المركز الاول، عوده الى جمارك، عوده الى جمارك وادائها وانجازاتها واستعدادها. شكرا على هذا الاستعداد، على هذا الاندفاع. سلام وتحيه مشاهدي العزاء لاهل الخور، لاهل الخور ولاهل الدوحه في هذا الانطلاق والشحانيه على هذا الفوز. تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله بن احمد المسند على فوز جمارك بالأداء الجميل وبهذا ناموس. المركز الثاني العنود علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي. الصدارة شف على المقدمة، رجوة 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 مع المركز الثاني، مع المركز الثاني. المركز الثالث تأتي أيضا تأتي متعبة للسلطان بن عبد الله بن شر الخاطري، ولكن شف شف واللحظات الأخيرة. سلام سلام زعبير سلام، تهانينا تهانينا لمحمد بن خليفة بن قحيد المهيري على فوز شف بالمركز الأول. قامت راس وانهت الشوط راس بهذا الأداء المتميز. تهانينا تهانينا لمحمد بن قحيد المهيري ولحظات وصول شف إلى خط النهاية لتهدي السلامات لهاني زعبيل. المركز الثاني رجوة لسعيد بن منانة بن غدير. المركز
بن محمد بن عبيد المسافري قادم على المركز الثاني، شايم شايم والمختبر بالحلوش والمسافري، ولكن اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة وصل في هذه اللحظة هداد خليفة بن علي بن عبيد بن ضاحن الكتبي قادم مع هداد في اللحظة الأخيرة، هداد المختبر شايم المسافري بالحلوش ومن ضاعن الكتبي بن ضاعن بن ضاعن واللحظات الأخيرة بالحلوش المسافري، ما شاء الله هداد 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 في اللحظة الأخيرة بن ضاعن، تهانينا والناموس خليفة بن علي بن عبيد بن ضاعن الكتبي المركز الثاني. مقدمة على المركز الأول راح يوسف بن عبيد الكعبي على مقدمة الشوط، ولكن التحرك من مخلاب وسلالة مخلاب العريق العمري العمري حميد بن محمد بن علي بن خميس العمري يعلن هذا التحدي، يعلن هذه الأثار الحاضرة والغمران وياتي سويد بن مساعد بن قران المنصوري، ولكن العمري ولا لك عبي ولا مقران المنصوري، العمري العمري العمري، تهانينا والناموس على هذا الفوز على هذا الأداء الجميل، مخلاب حميد بن حمد بن علي العمري ينتزع الفوز والناموس، شاهين في المركز الثاني ليوسف بن عبيد لك عبي المركز الثالث. العامري مشاهدين الأعزاء طارت بالناموس، طارت بناموس الانتاج اليوم مع المحليات الأصايل، هذه اللي غيرت خذت المركز الأول وزمام الأمور بكل قوة وبكل أداء جميل ما شاء الله. هذه أمامكم، هذه جواهر تانينا والناموس لمالكه أحمد بن عبيد بن يزرب، اللحظات الأخيرة مساعد بن سويد بن قران يقرب هملولة تتقرب هملولة قلز الفارق، لكن خلاص ثابتة بشاير، ثابتة بشاير بأن المركز الأول من حليفها ما شاء الله. جواهر جواهر على صدارة وقمة الشوط، سلام يا بن يزرب سلام، أحمد بن عبيد بن يزرب العامري، تهانينا والناموس على فوز جواهر بالمركز الأول. أشواط الإنتاج والمنتجين هملولة حلت المركز. عصاها راقدة وآمنة، سلام بهذا الأداء المتميز للهائلة وبهذه العروض الجميلة والرائعة وفوز الشوط الإنتاج، ناموسة ناموسين يا بن مفتاح، ركز ركز مع هذا الانطلاق، نتابع الهائلة وبدون أي أوامر بدون أي تعليمات، سلام زاخر سلام، تهانينا تهانينا لمالك الهائلة مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، ولحظة وصولها واقترابها من خط النهاية قامت راس وانهت الشوط راس وبدون أي أوامر وبدون أي تعليمات، تصل الهائلة مهدية ناموس هذا الشوط لهالي زاخر ولمالكها مطر بن راشد بن مفتاح الشامسي، الوثبة مع المركز الثاني سالم بن محمد بن صباح العماري. ها هو غبران على المركز الاول وعلى الصداره مع الانتاج والمنتجين، الانتاج فاخر العميمي يحمل الرقم واحد وهو اول الواصلين، بدا ينطلق غبران من لديه اربع محركات تدفعه بقوه لكي يصل الى مكانه غبران وقوه غبران، سلام غبران سلام، يمر مرور الكرام امام المقصوره الرئيسيه الى الهباب، متجهين الى الهباب، حاضرين يا اهالي الهباب، حاضرين يا ابو يا ابو سيف عتيج بن سيف بن حاضر العميمي، اسعد الله صباحك بكل خير يا راعي وبران، من يقدم انتاجه الفاخر مع المحليات الاصايل جعدان الثنايا في الميدان الذكي. و...
والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. ولكن رزام بدأ بير الشوط في اللحظات الأخيرة لينتزع ناموس هذا الشوط ويهدي السلامات لخليفة بن راشد بن حميد المهيري. أهالي الحوية هم الأقرب لناموس هذا الشوط. سلام للحوية، سلام. اسعدت صباحا بهذا الأداء المتميز مع ختام هذه الأشواط. تهانينا لمالك رزام خليفة بن راشد بن حميد المهيري ولحظات وصول رزام إلى خط النهاية. تهانينا لخليفة بن راشد بن حميد المهيري. المركز الثاني جاء براق لخليفة بن حمدان بن محمد الحميري. المركز الثالث رزام لمكتوم بسعيد بن منان. المركز الرابع أنا شهدان منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر غنى منا أن العمر فاني يا ما كتابنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.